فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المساجد مكان بيعة كانت عندهم نعم أمر أهل اليمامة أمر, نعم. أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان م. طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم إذا أمر الله بتحويل مكان الكفر إلى مكان إيمان فإنه يفعل ذلك كما في شأن مسجد الطائف مسجد الذي يسمى مسجد العباس أو مسجد ابن عباس, عباس فإن هذا يقال إنه في موطن اللات في موطن اللي. اللات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يجعل مسجدا فحول من كونه مكانا للشرك الى كونه مكانا للتوحيد والعباده وكذلك امر اهل اليمن اليمامه اهل اليمامه ان يتخذوا المسجد مكان بيعه كانت عندهم وامر اهل اليمامه من من بني حنيفه ان يجعلوا المسجد مكان بيعه كانوا يتعبدون فيها في الجاهليه والبيع مواطن عبادة اليهود والكنائس مواطن عبادة النصارى نعم فإذا حول المكان من 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 موطن كفر إلى موطن إيمان وتوحيد فلا بأس بذلك لكن لا بد أن يكون على هذا دليل من الكتاب والسنة نعم إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا بدوانة باسم مكان قال له هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال: لا. قال: فاوفي بنذرك فانه لا نذر فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم. فالاصل ان مواطن الكفر ومواطن اللعنه والغضب لا يصلى فيها الا ما دل الدليل على تحويله الى مكان عباده وصلاه وتوحيد فانه يفعل ذلك به تبعا للدليل نعم قال في الأول مسجد الطائف أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم نعم وفي لفظ ابن حيث كان طاغيتهم نعم لأن لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الله. كان من ثقيف كان أميرا على الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحول مكان الطاغية وهي اللات إلى مكا إلى المسجد إلى مسجد نعم قال تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الثالثة الأخرى.